ما كاينش الاقبال بحال داك العام اللي فات. دابا مع هذا الوباء هذا كاين الناس دابا كاين حجر صحي ما كيجوش الناس يتقدوا بزاف هذا، والسخره محلول ماشي مسدود، كاين واحد التوقيت من 6 الصباح حتى ل 11 الظهيره، وكاين اقبال قليل شويه على الحبوب على زكاه الفطر، قليل شويه هاد اليومات قبل الحجر الصحي تحركوا الناس يجي يتقداو. دابا لا، دابا صافي راه ضعاف ضعاف الكليان، نقصوا شويه من السوق. الفطره القمح عبره كاينه 95 درهم، كاينه 80 درهم، والفطره بوحدها كاينه 13 درهم. هادشي اللي كاين صافي. البيع والشراء راه ناقص، راه ما كاينش شي بيع وشراء مع اللي الناس تقداو في الاول ديك السلعه اللي غاتكفيهم. الناس كاين اللي كثاريه ما خرجوش، كاين نقص بزاف. كاين بنادم كان كيجي يدي لوليداته في الفطريه كيديها كيدي كواله كيديهم ما يعطيهم شي حد، دابا ما كاين حتى واحد صح. يخرج فلوس حسن ليه يعني. واش فيروس كورونا اثر على الرواج التجاري بالنسبه لزكاه عيد الفطر؟ معلوم كاينه، واكثر الفطره كيخرجوا الناس بالفلوس اكثر، يعني قليل اللي كيدي فيها، قليل شي وحدين اللي كيديو القمح. بالنسبه للتاثير بالنسبه لهذا المرض كاين تاثير، وكاين تاثير كبير بالنسبه لهذا الوقت كتكون الزكاه، لان الناس كيخرجوا غالبيه الاوقات قمح، وهذا العام مع هذا المرض هذا الناس غالبيه الناس ما جاو شاي، والله احسن العون بالنسبه للانسان غادي يتفادى غادي يخرج غير نقد فلوس، لان صعيب ثاني ان الانسان يجيب بالنسبه لحضر التجوال، بالنسبه للانسان ما كيدي بلاصات من بلاصتو، بالنسبه ل عاوتاني انا الانسان خايف من هذا الكورونا. بالنسبه للاسعار تقريبا بالنسبه لزكاه الفطره كتحدد تقريبا في 13 درهم، هذا هو هذا بالنسبه لجوج كيلونس ديال القمح، راه هذا هو الحساب ديالها 13 درهم 12 ونص 13، اللي بغى يوفي يدير 15 درهم بالنسبه للفرد، مساله عاديه.